مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هو هذا هو أبو الخير، هذا هو ودر مكانه وعايش زمانه، ودر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ وايش الغلط؟ هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير. ما احب ابد اشوف الغلط، واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط. نعم احتمل انا الخطا، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطا، وهذه رفيقتي العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا. ما الباب وابو الخير مالهم مال الغير، مالباق وابو الخير مالهم مال الغير. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا. وإيش الفايدة تاخد رأي بعد ما ترد الفلوس؟ انت ليش زعلان؟ مفروض قل لي قبل لا تاخذ فلوس. اي فلوس؟ فلوسي. انا اخذت فلوسك؟ اي نعم. متى؟ انا ما اخذت منك شيء. لا اخذت الفلوس اللي حاطينها في الشنطه. اخذتني ولا لا؟ لا. عقب عن ايش تقول لي ما اخذ رايك؟ عن ايش اخذ رايك يعني؟ صار تقهرني؟ بتجنني؟ سلامتك من جنون يا ثابت يا اخوي. انا يعني قلت ما اخذ رايك يعني قبل لا ابيع الخنجر اللي عندي؟ خنجر؟ هي والخنجر؟ وابو يعقب انا فلوسي هي راحت؟ هي فلوس؟ عربون الارض اللي بغى اشتريها هي راحت. قول لي ايه؟ مين هذا بعد هينا؟ مين هذا؟ جاي جاي لحظة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا انت رمضان؟ ايوه رمضان. وينك يا ثابت؟ احنا كنا متفقين نتلاقى عن صاحب الارض علشان نكمل بقية الاجراءات. تفضل طيب تفضل. ما عليه ابو الخير، مستعجلين مستعجلين. يلا ثابت يلا يلا تحرك بسرعه. كيف اتحرك يا اخوي؟ كيف وباقي العربون ما عندي؟ اقول لك ما ادري وين خليته. باقي العربون؟ تراك العربون دفعته يا رمضان. انا دفعت 500 وباقي علي 500 ريال. اسمح انت ثابت، انت مو فيك الله يهديك عقلك في شيء وامو يا ابن الحلال. انت دافع 1000 ريال. ها؟ لا تقول. كيف ما اقول والرجال جالس ينتظرك علشان تكمل باقي الموضوع؟ الحمد لله رب العالمين. أخوي رمضان، أخوي لو سمحت انتظر بقى شوية جايينك. يلا أبوي يلا دي سرعة بسرعة. يلا صحيح لما قالوا اللي ضاع ماله ضاع عقله. سامحني يا ابو الخير سامحني، انا تراني احيانا اكون ضيق التفكير. تشك في الملبق؟ والله تراني ما اقول لك
وحدي ما اعرف ايش اقول. نعم ما اعرف ايش اقول. زي يلا تحرك روح هناك ريال يا حرسك روح. يعني سامحتني؟ لازم اسامح، مالي بد منك. عجب بدي معي. يلا بجي معك في الاول، انت تجي معي والحين بروح معك. ما شاء الله ما شاء الله. ايش قاعد تسوي بالخيام الصباح؟ اصيد سمك. كانك انقمتني شويه. طب الله عليك، هذا سؤال تسالني انت بعد؟ ها؟ انا يا ثابت، وما انك انت في المستقبل بس تسايق، ايه هذا بعد عمر طويل ان شاء الله، لازم تعرف ان فحص السياره من الاشياء الضروريه. زي ابويا عارفين انت ما عارفين، بس انت ما لقيت تقولي هذا الكلام اللي في اليوم اللي اروح اخذ فيه تراي. أنا أقول لك هذا الكلام علشان يعطيك دفعة وأشجعك. يشجعني وين؟ حتى رابطة مشجعي المنتخب ما بتفيد معي. خليها على الله أبوي، خليها على الله. يلا أنا أقول ما دام إنك متخوف أحسن لك ما تقدم تراي اليوم. وأبوي والموعد؟ الموعد ترى ما يطير، يتجدد. لا لا يا أبو الخير لا، أنا قايل حرمضان يحوص لنا في الفحص. يلا ولازم أروح لو اللي فيها فيها خلاص. تحرك تحرك. ايه فتحرك، خلي السيارة تحرب الأول. يا ولد الحلال سيارتك حارة عاد بس. اسمع انت، اقول اشوف ثاني نجيك اليوم، كنا مفوح اليوم مفوح. دوك انا والله اول مرة في حياتي اشوف سايق تاكسي عنده بليب كوت. بعدني بركب في التاكسي ان شاء الله تليفون، ما يهمك انت اصبر. والله عقب كم لك الحسبة؟ خلها تكمل. شوف يا ثابت، صاحب التاكسي لازم يطور نفسه، مثلا ركب عندك واحد احتاج لك اعطيته كارت اتصل فيك، شايف يمكن تليفونك مشغول ولا انت في الشارع ضرب لك البليب، وهذا تطور. نعم ابوي تحرك تحرك، هلا بندخل على الناس. يلا عاد يا صديقي، يلا اليوم عادي اذا نجحت ولا سقط الله اعلم. ابوي يلا يلا امشي 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 في هذا الصباح. تنجح ما تنجح. الحمد لله امورنا الماديه كذي ماشي الافضل. الحمد لله، بس نحن لازم نحسب حساب الاشياء كثيره جايه. ولا يهمك. مالك تشوف علي كذاك معجب؟ لا من متى؟ افكر في موقفك في بيت ابوك اليوم لما كنا راجعين من السفر. ايش اسوي حبي، تراك انت خليتني اعصب. بس تفسير خالي ابو الخير فعلا منطقي، فعلا ما من السهل وحده كان متوفر لها كل شيء وما بين يوم وليله ايش حياه تقش. لا تلومني يا حبيبي في أي شيء يصدر مني، بس تأكد إن الحياة معك تعني لي أشياء كثيرة. زين إذا نكون عمليين أكثر ونخطط لحياتنا بعد ما نرجع العمل. أولا الشغالة. شغالة؟ أيوة الشغالة، أنا وإنت بنكون في الشغل، من اللي بيطبخ لنا؟ اسمع أنت، هذا بدل لا تقولي بتعلم الطبيخ. أنا بتعلم في كل الحالات بتعلم، لكن يبغالي وقت لين ما أتعلم. أنا أقصد الوقت اللي نكون فيه أنا وإنت في العمل ونرجع تعبانين. إيه بس صراحة أنا أشوف البيت صغير وفي الوقت الحاضر شغالة ما لها لزوم. إذا كنت تفكر للموضوع من ناحية المادية الحمد لله نحن قادرين، وحنا أيضا قادرين نمشي أمورنا بدون شغالة. إذا كنت تتوقع يا بدر إنك بتطلب الشغالة اليوم وبتوصلك بكرة، لا هذه إجراءاتها لين توصل يبغالها وقت، لازم تسعالها من الحين. بس أنا ما عندي خلفية في الموضوع. خلاص علشان هذا الموضوع نسأل الخبير. قصدي خالي؟ لا لا أنا قصدي أبوي سعد. الحين سعد هذا إيش قصده؟ معقولة كثر ذاك الشغل ب400 ريال؟ أنا لو اشتغلت مثل ذاك الشغل اللي جايبنه هو ووزعته بطريقتي كانت تجي الفائدة أكثر. رمضان وين رمضان؟ مالك؟ وحدي ما قادر أبوي ما قادر. أنا أبغى أعرف أنت ليش خايف دوك؟ لا تقول خايف، لا تقول خايف ثابت ما خاف.
عقب هذا ايش يسمي؟ هذا بس هذا شويه تردد، بس تردد بتردد. زين ليش تتردد؟ انت متدرب زين وصار لك شهور تتدرب عندي، وبصراحه انا عمري ما دربت واحد مثلك طول هذه المده. ايش قصدك يعني؟ ايش قصدك؟ قصدك اني ما اعرف اسوق؟ لعلمك انا اعرف اسوق زين. يا اخوي اعرف، والله العظيم اعرف، لكن خوفك وترددك يخلوني اشك. لا تشك يا رمضان يا اخوي، لا تشك، هذا امتحان، وعند الامتحان يكرم المرء او يهان. مالك انت يا ثابت يا اخوي؟ كون طبيعي، كون طبيعي وان شاء الله بتنجح. يعني رايك اني اروح؟ يا ريت يا ثابت، ترى الوقت بيروح عنا. رمضان وفيك في مغص مريض، شويه مريض اقول شي حمام هنا، شي حمام دكتور شفت الحمام باب المكتب. تعال ثابت تعال. واغ يا بكي رمضان، اسمي انك تبهدلت. اعتقد هذا الشيء الجديد على شان. لا مو هذا اللي جيت على شانه، وتاكد اني غلطان اني جيت من الاساس. لولا اسرار زهره ما كنت جيت اصلا. ألو نعم، أهلا طول عمرك، سعد معك، أمرني. أنا عندما أراك تحمر عيوني، والعين لولاك ما نامت جفوني، والأنف زكماني والبطن جوعاني، أسلم على أبيك وأمك وأخيك وأي شيء يرضيك أنفذ في الحال. الحين هذا المخلوق من أمس على هذه الحالة، هذا إيش يقول هذا؟ أنا بروح. أقول لك سمعي القصيدة هذه اللي كتبتها البارحة. يا ساحرة قلبي تعالي وين حرزك، يا من رميت القلب في حفرة، وين الحبل وين؟ أريد أطلع. أنا قلت ما أتدخل، بس هذا اللي أشوفه مجنني، هذا اللي يسويه غلط وأنا لازم أروح له. هيمان والله وما حد يصدقني، وبالأمس سرحان وبالليل وحداني. يا ناس هل يا ترى حد منكم يسمعني؟ أقول أنا سمعك. أنا اتركوني وخلوني في غرامي وعاني. لو سمحت يا شاعر. لا 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 ما أقدر أصبر، ما أقدر. يعني كيف ما تسمح؟ ما أقدر على بعدك مهما يلوموني. عبرنا شوية، عبرنا. مثل السمك في الماي، مثل الطير في سماك. كيف يعني انتم ما تسمعوا؟ محروم من نظرة، يابس كما الشجرة. شوي شوي على نفسك بتيبس من الكلام، شوي شوي على عمرك. ساعات الليل في فكري طويلة. هو عليك هو عليك، ما يتعب حلمك. ومهما يكون الفراق أنا معاش للأبد. هذا الإنسان أبوي ما معانا في مكان ثاني، هذا خلاص. على مهلك يا بنت الناسي، لا تدوخي لي راسي، حبش راسخ مثل الساسي، لا يصدى كالنحاسي. أنا بعطل نفسي مع هذا المخلوق، أحسن أروح وآخرتها بيمل. خلص الكرت وأنا ما كملت القصيدة. وهذه الحالة والحين بكمل القصيدة. زهرة أرجوك ما لك مناقشة في هذا الموضوع بتاتا. يا بدر يا عزيزي يا بعد عمري، انت هدي اعصابك بالاول. واللي جاب لابوك يصير تبقى في اعصاب؟ والله لو انه ما يعتبر عمي ولا كان رديت عليه. يا بدر ابوي تقريبا اسلوبه مع الكل كذاك. مدعي ابوك يا مدعي، في فتره له. ها ما دام انك تقولي اسلوبه مع الكل كذي، ليش قلتي لي روح وهو بيتفهم الموقف؟ ها ترى هو كان ممكن يتفهم الموقف لو انت فاتحته بموضوع الشغالة، لكن انت تقول الله يهديك ما كلمته. وسره وخلى فيه دم علشان اتكلم؟ ما شيء، مص كله ثار وطار. حشا هذا حمام. لا والله سمعته بعد تضحك بعد، لكن ما عليه اللي يسمع كلامك عاد، والله الغني عن خدمات ابوك سعد. صدقني يا بدر
أبوي أصلاً في داخله إنسان وقلبه طيب. لا من ناحية طيب وايد طيب ما يحتاج، أول ما شافني جاي قام ورحب بي هذاك الترحيب، يالو خذني بالأحضان، خفت على ضلوعي لا يتكسرن من كثر ما قام يحضني، لا وحلف إني أنا لازم أقعد على كرسي. بدر أرجوك بدون تعليق على أبوي، أبوي أصلاً ما يسوي كذاك. لا لا يسوي يسوي. بدر وبعدين معك؟ اسمعني. سمعيني أنت يا بنت سعد، هذه المسألة أنا ما بفتحها لأبوك أبداً، وإن شاء الله ما تشغاله. بدر تسمعني لا؟ خلاص سوي الأكل محفوظ مخفوظ ما له طعم بس مع كلمة. يا بدر هو خلاص خلاص أرجوك، أنا بطبخ وأنا بغسل صحون، لكن أبوك مع كلمة. لا وبعد يعلق بعد يعلق، هذا اللي ناقص. بدر أرجوك خلاص أنا بفاتح أبوي في الموضوع. وراح تعبك على الفاضي يا رمضان، وخسارتك يا رمضان وفخرك، ايش اللي خلاني اغلط غلطة مثل هذه وافق اني ادربك؟ تو مو فيك، مو قايل انك الله يهدي قاس تولف المالك، انت بدل ما تشجعني وتواسيني تو من الساقط انت ولا على قولي. انا يا ثابت انا اللي ساقط. كيف انت بعد ساقط؟ كيف قولي كيف ساقطت؟ الحين لما تسقط انت معناته انا اللي ساقط، كيف ما انا اللي ادربك؟ انا حظ ما عندي يا رمضان ولا كنت بنجح؟ ما علي يا اخوي ما علي، مره ثانيه مالك الله يهديك انت. وغيابك يا رمضان ويا خسارتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها بشروا. سقط ثابت ها؟ ماشي حظ يا ابو الخير ولا انا عارف اسوق والله. احسن الله عزاك يا رمضان يا اخوي. ابو الخير ابوي مرضني صاحبك هذا سقمني. ما علي يا رمضان ما عليه، قول اللهم لا نسالك رد القضاء وانما اللطف فيه. ما أعرف إيش سويت في حياتي عشان أتبهدل كل هذه البهدلة. ما يخالف يا رمضان خيرها بغيرها. لا لا أبوي لا 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 غيرها ولا شيء، يشوف المدرب ثاني. أنا وبعدني ود فلان ما أظنك تسويها. كيف ما أسويها؟ ترك خسرتني. لا لا ما أقبل ما أقبل، أنا ما أعطنك فلوس. هدوا يا جماعة هدوا، أنتوا أخوة وأصحاب، خلونا نطلع من هني ونتكلم في هذا الموضوع على الراحة. يا أبو الخير هذا ما يفيد معاه التدريب. والله لو محصل حد يدربني زين كنت أنجح. أنت المفروض تدربني على كل شيء علشان ما أسقط. سمع ابو الخير بعد يلومني بعده. ايه تراها الرهوة على المربوطة. نعم والله كلامك صحيح. يا جماعة المهم نطلع من هني وبعدين بنتفاهم. يلا 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 ثابت يلا. هذه القصيدة شيء نابع من إرهاصات النفس، فأرجو منكم سماعها وإبداء الرأي. ارحلي إن شئت جزافاً، فالليمونة أخبرتني بميعاد، تأرجحت من نقابه رحلة الصيف القديمة، انشري رموش الحقيقة فوق أضلاع السراب، فأنا عائد إلى ليمونة المعصورة. لحظة يا جماعة لحظة، نحن وين؟ سوق الخضرة؟ والله نعم تغير تغير نعم والله نغير عاد أنا ماسك رمضان مسكة ورمضان فيه ما في من ثابت. ما محظوظ العم ثابت مع أنه مسكين يتصرف بحسن نية. حتى الخال يتصرف بحسن نية دائما نطيع على رأسه. الإنسان يسوي اللي يريح ضميره وما يتردد. ألو خير؟ ماهر عم أبو الخير ذكرني بموضوع التردد. والقصد؟ القصد معروف، أكيد أنت ترددت في شيء. زهر احنا تكلمنا في هذا الموضوع ما فيه الكفاية، فما في داعي تفتحها مرة ثانية. لا خلينا نتكلم، يمكن أنا أفيدكم بالرأي. لا ما يحتاج خالص. ايش قصدك يا ولد؟ ما قصدي شي خالي، انا قصدي انه يعني ما يحتاج نزعجك بسالفه ما تستاهل. لا عارف حدك بدر، السالفه اصلا تستاهل. انا اقول ما تستاهل يعني ما تستاهل. ما يصير تقول انت ما تستاهل وهي تستاهل. زهره بدر كيف انا اوقف معكم بعد؟ والله حال هذا الانسان. عم يقول خير بدر متردد يفادح ابوي في موضوع الشغاله. لا والله والله. وليش بتردد تفاتح ابوها ها؟ عشان يدبل لكم شغاله؟
خالد ترابيع انتوا لا سمعت ايش قال؟ يلا يلا ايش اقول لك؟ استريح 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 ابوي استريح شو شعر استريح استريح استريح. المفروض انت يا زهرة لتخبرين ابوك. يا عمي ابو الخير انا من البداية قلت له اني انا اللي بكلم ابوي بس هو ترى ما موافق. وليش ما وافق ليش؟ انا تراني خالية تراني ها زين ما دام اني بديت تنوفق المفروض انك توافق. لا 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 انا هذا الشيء ما ارضاه بتاتا. انت لازم تكلميه لانه هذا حقش. ما ادري انا ايش اقول لك يا ثابت. انا اشوفه يعني ما زينه في حقي اقوم اشكك في الرجال. ابو مالش اصيله بانتي انا ما حدش كذاك. وين ذاك لسان اللي تتكلم عنه الحله؟ كيف؟ لا لا بالخير قصدي اقول وين لما تقولي شيء وتصر عليه ولا يمكن تتراجع عنه ابدا. انت ما ينقص انت عجزتي. تعرف بعدني انا بعدني يا ثابت. لا 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 انت عجزتي وانا ما عندي خبر. لا ما عجزت بس يعني انت تعرف سعد ما غريب عليك يمكن يفسر الكلام هذا بالغلط. انا في هذا اغلطش. اولا انت قاسة طالبي في حقش والانسان اللي طالب في حقه فهذا ما يزعل. الشيء الثاني هذا مشروع بينك وبينه والمفروض انكم تتفقوا على كل شيء حتى المبالغ. اي والله وبعدين انا ما وحدي نوب حريم معاي يشتغلن ويبين حقهن. زين عجب الزلة ديك الاربعمية ريال ما كفنيش في ذيك الساعة انت متسيبة خلت كلمة شي يقولي بغرم من عندي. وابوي لا ابوي كلا ولا الغرامة. نعم من انا اسير اكلمه يا اما ينزيد يا اما ينروح بعيد. ها مو رايك كذاك زين يا ثابت؟ كذاك ابغاش هذا هو الكلام الزين معلوم. يا اخ فريد مثل ديك القصائد بعيدة تماما عن الشعر الحر. مجرد وجهة نظر ينبغي علي احترامها. يا اخي الشعر احساس اولا واخيرا وبعدين الموسيقى الشعرية تكاد تكون معدومة في مثل قصيدة الليمون هذه. يا اخ نبيل القصيدة هذه انفجار داخلي نابع من وجدان الفرد. الشعر اصلا ما ممكن يصنف بهذه الطريقة لأن أصلاً الإبداع لا يحدد بقوانين. تعرف أنا بإيش أشبه مثل هذه الكتابات؟ أشبهها مثل الترجمات العقيمة لمجموعة القصائد الأوروبية. للأسف الترجمة ما تعكس واقع النص الأصلي. أشوف مجموعة كبيرة جداً من الشباب وانت منهم نهجوا منهج الترجمة. أرجوك يكفي انت ما بتفهم إلا عندما تعترف بروح الإبداع. أي إبداع؟ وآخرتها ليمونة؟ غالي والطلب رخيص يا زهرة. غالي والطلب رخيص يا بدر. انت لو قلت لي بهذا الموضوع في زيارتك السابقة انا كنت حركت على طول. بدر يعرف يا ابوي انك ما بترد الا طلب. انا ما طلب انت طلبتي. المفروض انتوا الاثنين واحد ولا انتوا ما متفقين؟ لا ما متفقين. متفقين زين ما دام انكم متفقين فما يصير خاطركم الا طيب. ما خاطري انا خاطر بنتك. زين ابوي متى نتوقع وصول الشغاله؟ قريب يا بنتي قريب. بدر انت ليش ما تطيخني يا اخي؟ من عمايلك عمي. لا ما في شيء. بالعكس يا ابوي بدر يعزك ويحترمك ويقدرك كثير. بس أنا ما حاس بهذا. والله إن قلبك قوي يا أبو الخير. كيف قادر تنتظر لهذا الوقت؟ مالك مستعجل يا ثابت؟ خليك صبور ترى المستعجل ماكل شوبه ني. وحدي قوى فيك وأنا نعم. والله ما حتغلط جمعي. أبو الخير يعني كيف يعني متضايق من جلستي معك؟ ما قصدت يا أخوي يا ثابت ما قصدت. أنا يا أبو الخير اللي أعتبره صديق وأخوي الودود. أنا مشكلتي إني ما يهجيني عنك أبداً. حتى أنا بعد يا أخوي ما يهجيني عنك بس أنت الله يهديك عاد ملول وهذه الشغلة تريد صبر. بس أنت الله يهديك لسك في هنا في الستيشن تراني ماسك طابور. ماسك طابور؟ مو أنت في مدرسة أنت؟ سبح أنت طابور يا ولد الحلال يعني الدور. أنت عارف قدامي ناس ووراي ناس وكل واحد يأخذ نصيبه. أقى أبوي هذه الجلسة مطولة شوية أبوايد. ها صح صح اللي صح 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 شوف شوف
ابو الخير ها من مصر فيك هذه واحده من الزباين ايه هذه يوم تبغى تروح السوق ولا مكان ايه تصل فيني على البلبي اه اقعد خليك وحده يلا احنا خلي يا خي بخدك ثابت ها اسمع هالشعر اسمع هات 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 قول هات صاح البلبيب والبلبيب لما يصيح مشكلة والبلبيب لما يصيح فيه مكالمة بالأولة عليت صوتك فوق فوق تنك 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 والثانية شغلت لي كل الخطوط والثالثة خلا بابا نروح خلا بابا عم تأخر نعم عم تأخر اي نعم عم تأخر عم تأخر خلا خلا عاد أنا قلت لازم أقول لك زين أنا كنت مكلم منك في التلفون ما قلتي لي ان المبلغ ما عاجبنش تراني كنت متردده وفي هذه المسائل ما لازم اتردد لان في النهايه بتطيح على راسي وانت يا سعد ما تحب لي الخسائر لا طبعا يا اصيله ما احب لك الخساره لكن ما قلتي لي انت كم تريدي 650 ريال بس اوف 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 650 بس هذا المبلغ كبير وبعدين تعالي الملابس اللي باخذه منش بعد الخياطة ما بيغطين هذا المبلغ لا لا بيغطين وزيادة أصيلة لا تنسي إن الخلق من عندي وكل لوازم الخياطة من عندي والمكاين بعد من عندك صدقني أنا ما ناسية بس أنت لا تنسى أن الثياب اللي عطيتني إياهن كثيرة وبعدين ما أنا وحدي أخيط جاراتي يشتغلن معاي وهذيلك إذا ما خضن الفلوس ما أظن بيسكتن يلا 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 ما توقعت إنش بتحس بيها كذاك هذا ما أول تعامل معاش 650 يا سعد وإذا قررت خبرني أظني تعرف رقم تليفوني ورزة الباب تحيدها يلا مع السلامة Thank you. أبو الخير. ضريفة هاي الضيفة اللي كانت تأخذ معنا نعم. معلومنا ضريفة. أنت بتصير ضريف. أول كنت بتملل وجوعان حيدك. أنا متملل من وقفة الستيشن. وقفت نوادي أبو الخير تعبت وعدي. أقول. خل خلاص البيت ترتاح شوية خلاص. لا. بنروح مشوار بالأول. زهرة السلام عليكم وعليكم دوك اني اعبلك شاورما لا شكرا ما اريد انت وبعدين معك قلت لك قومي نطلع قلتي تعبانة الحين اعبلك عشاء تقولي ما اريد ايش فيك ايش فيني بعد تراني ما نسيت هذاك الحراق اللي قدام ابوي ايه بردت سالفة ابوك موقفك هذاك كان غلط يا زهر سكري على هذه السالفة ارجوك شفت كيف هذا بعد انت تسألني ايش فيش زين بدر زين زين بس خلاص خلاص انت الحين ايش اللي يرضي ما ادري يا زهرة نحن بعدنا في بداية حياتنا والمشاكل هذه ما لها داعي ايش يسوي تراك انت ما راضي تتفاهم زين قولي لي ايش اللي يرضيك واني حاضر اللي يرضيني الله يسلم حالك شيء واحد قولي انك تحسن معاملتك مع ابوي هذا ما صعب ماشي اصعب منها وخاصه لانها ابوك سمعت كيف كلامك
الله. زين خلاص خلاص بحاول بحاول وامر الى الله. خلاص الحين ناكل الشاورما. تفضل. باك شخص يتكلم في التليفون. هي اشوفه هو نفس اللي خبرتك عنه. خلينا نستعد. لحظة بنحاول معاه بالاول. بنحاول ايش ما نحاول. يلا يلا. وامانه امانه يا دنيا امانه. اقول لو سمحت. ايه احنا كلمه جالسين ايه ماشي اللي اخو غرقان. والحل يا ابو خير حل طريقه واحده. ايش ناوي تسوي؟ ساعدنا عليه. ايه ايش اللي قاعد تسويه انتوا جنيتوا تسويه انت الجنون. ارحم نفسك يا ولد وروح بيتك احسن لك. وش لكم خص؟ اريد اعرف انتوا مالكم. مالنا نريد مصلحتك. ايش بتستفيد من كل هذا انت؟ ها ما تعرف ان الهواتف اللي مثل هذه ما يستخدموها الا وقت الضروره. ها يا اخي انا على كيفي الكرت كرتي وانا حر. الكلام كرتك هذا صحيح وانت حر. هذا مجرم. لا خيرتي هو ما تلفونك لوحدك. هذا ملك الجميع. يا اخي انت في اي زمان عايش؟ يس اقطع بحسك ولا ترفع صوتك علي اكبر منك. يلا شلف السياره. حق العلم السلام عليكم. مساكم الله بالخير عموما. هذا الوجه كأني شايف انه مكان يا ثابت. وانا هذا الوجه ما غير علي. عن اذنكم لحظة لحظة. وابوي ما لطا فهمت شيء؟ ابو الخير؟ نعم. هذا ما هو ابو يطلب؟ هو خلا وراه. ابو الخير لا انا لازم اعرف السالفة. هذا الولد يا ولد يا ولد. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ يصلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير. يصلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير. وصاحبه من مر امره غريب ما يندري بالخير.